إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أنكو سوچنا كتابك موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب بابك وقوطن بأي أيام كدحجرني كلماتك وضتك إعرابك باللوغة كوائية فنقان أي قلدان إلا تصحيحين أيام كدحجرني غير شيقو او يذكر انو شيغو ايا كاميرا وحيالها لغو حيبه يقفك باللوغة كواف علميغان موصولا موصول انو شيغا موصول كاسو اسمية نسم لو نسميي ولا يبين او صنع عدين صلته موصول كاسي لديسا يو عايد دو عايد كيسا تر شيغو اسم موصول انو صن صلية يعايد كعدين وحيبوا إلا مبتة موصول اسميو كمان مارمي كاروسين يعايد تاما من نقوكر معنى حتى لما فهمو سيرة موصولكم ومحوكم معرفوه بها سيرة اي حيثك لا رأسكم معرفوه بها سيرة دو ووحوكم معرفوه بها ايطا مركا عيبتي كميتا اسم موصول انتا شيغو انو سان سيرة دي حيثك شيغين ومما شيء وحا كميتا يعاب الوحي بي يعلنا شيء قفك باللوغة كوا في صناعة الاحراب احراب كعلم جيسة ان يقتصير انو كوكا بصدا في احراب اسم المبهم اسم كمبهم كاحراب كيسة من نحو قولك هذا كحق سحارك هذا المبهم كنسو قام ذا كنا استعجي اعتراضه أو قام الذي كي استعجي اعتراضه ما كان المبهم كصدح حيفاضه أها اسم موصول هي اسم شارع هي اسم استفهام صدح راسه هذا ما كان وقوع كارلا والله ما كمل إلا اسم كمبهم كصدح وعصمها اسم الاستفهام اسم شارع اسم موصول وعصوا هذا كارلا والله ما كمل أو كلا اسم شارع هي اسم موصول لا راسه كارلا marka labadooda mid kamida marku raabaayo inuu qofku ku kaabsado oo yiraahdo ismu ishaara ama yiraahdo ismu mawsuul waa qal hayra ismu ishaara nimada wax raabu kuma taluqaan ismu mawsuul nimada wax raabu kuma taluqaan ismu mawsuul ku noqon kara marfuu wuxuu noqon kara mansuub wuxuu noqon kara majruur ismu ishaara inta kale noqon kara marka hadduu yiraahdo qaama fiil maadin daa ismu ishaara waa uu sheegay ma la wax raabu hayalay اسم إشارة وقت إحراب قارا ماله اسم إشارة هو اسم في محل رفع ونغوكرا في محل نصب ونغوكرا في محل كر ونغوكرا اسم وصولنا هو ألمي سيستر كيدا ما أوسن شيغين محل كيسي تاس وحي كدوين كلمات دو هاتباي إلي أضاهاي إحراب اسكاقو عن أوسوغان هدي الله شيغ وحكا لغا مبهان مثلا وحاتري هذا فاعل إنو فاعلية شيغت خلاص بات شيغت محل كيسي إلا فاعل إحراب كلا ماله إحراب دي سوامحي وهو مرفوع أما واحد تري مفعول به خلاص واش شفت محل كيسي إلا مفعول به نصب إسكالية أما واحد تري مضاف إليه واش شفت حالة مضاف إليه أتسوي إسكال مجرور لكن هذا ترى هذا اسم إشارة أما واحد تري اسم موصول أما واحد تري مضاف هذا مضاف مع إحراب قارو لي مضاف عامل ككرة الله في رياض مضاف إحراب قارو لي مركب هذا الكاسو نقول هذا الفائدة لحين وين ربما ما يسترى على أن يقول إنه يرهد إنه كوكب صدال وحيبه يفيل أول مدكور اسم إشارها قام ذا أوكل إنه يرهد ذا اسم إشارة أو يقول إنه يرهد في ثاني مثال كلمات وها قام الذي الذي اسم موصول إنه يرهد وإنت كوكب صدال تاصل وحيبه حال الله وحيبهنا فإن ذلك مقعاس مقعاس أو اسم إشارة لماذا أما اسم موصول لماذا فإن ذلك اسم كاس لا يبنى لكم أدس عليه اسم كوكب كيس إحرام إحرام مقعاس إحرامكم أدس باطر هذا اسم إشارنا وإحرابه كل اسم مين باطر هذا اسم موصولنا وإحرابه كل اسم مين مركب مقعاس إحرابكم ما اسمه فإن ذلك الاسم مقعاس وآه اسم إشارة أما اسم موصول لا يبنى لكم أدس عليه كل كيسة إحرابه وإحرابه ومن رفع قطع أو غيره غير كيسة فالصواب الصحبة أن يقال وإن لا يراد في ذا إيه والذي في المثالين اللي بدأ المثال حالي كسو جيهين فاعل وفاعل وإن لا يراد وهذه اللي لذا قام ذا إحراب وين أترى ذا قام فعل الماضي ذا فاعل وين أترى ذا كذب شيء ما كان اسمه شرعي قام الذي هذا إحراب إذنا قام فعل الماضي الذي فاعل قام كذب ما كان شيء واحد ترى اسمه موصول
سنسلمنا كذب شيخ لكن مركو رورتا محلك شيخ محلك شيخ أن يقال وإلا إذا في دائي والذي في المثالين حالي كسوه فاعل فاعل وفاعل كس محل محل كيسو رفع قدوية كبدلو فاعل فاعل وهي محل محل كيسو رفع قدوية وهو اسم إشارة وأنا اسم إشارة به هدي ذاء إحراب أيضا أو فاعل وفاعل وهو الذي دون اسم موصول ويلي ما كانت فاعل لماذا شيكتو كذب اسم إشارة لماذا إيه اسم موصول لماذا شيك أيها حلو شيك هدي فاعل لماذا لا شيك ما لسكت داي معنى كتعلو هاي الاسم موصول حبوبة هي سلاية عائد اسم إشارة حبوبة هي كاف تلس عطام حيط كاف تلس عطام وحرف حرف القضابة إيه ما هن اسم مضاف له والضام مضاف والكاف مضاف له ما هن مرك اسم إشارة مكتر واحد اللي فهم يا كاف كقدم يا حرف الخطاب إنه يا وصنا هاي المضاف لي هذا ترى اسم موصول محل فهم سلي عائد إلا راديو سلي عائد إلا راديو الله بارو تاسع الله بارنا مرك شديد معنى ضم بيرنا لكن حق إحرارك محل كماله حق إحرارك فاعل ما دي هو عظيم كاف من مر سؤال كان شيخه وأنا كتير وغيري وهل المحل محلك للموصول هرتم موصول ككريه أصوم معه دون سلة سلة دي سكسوكي أو الله ما مسلا ماذا هو أصوم معه هرت سيد إذا ما كان موصول اسم يقول دعاه محل أنا فاعل النقضي أنا مبتدى النقضي إعراب كما وحى قادنا اسم موصول ككريجيس مسأيس موصول كسلة دي سأسلا قادنا هم كصح ذا وإن موصول ككريجيس قادنا هرينا محمد شنو جايني موصول كحرف جاء iyey siladiisa mid kood ihraam ma qaato leedo marka la isku qalaaliyo masterka laga soo shiilo oo laga soo dhalaaliyo masterkaas ihraam qaato tan waxa ka duwan yahay mawsuulka kaligiis ihraam ka qaadana qolkaas sax ah way fil muqni wuxuu ri saxaha wuxuu saxiix yeelay u yiri saxaha wuxuu saxiix yeelay ibn hisham fil muqni muqniga saxaha wuxuu saxiix yeelay ibn hisham fil muqni muqniga al awwala qolka hore oo ah المحل للموصول قول كاسو صحيح يرى قول كاسو صحيح يرى وقد أورد المصنف مصنف كويخو سوء أروري مصنف ابن هشام سؤالا سؤال على ما شيء قرره أوسوغي وإجاب عنه وانا كتشوان أرين تان أوسوغي وآه قفك بالب كامركو إحرابي قام ذا إنوسان كو قابسان ذا اسم إشارة قام الذي مركو إحرابي إنوسان كو قابسان الذي اسم موصول هاس سؤالك كان حيث الفائدة كتير تيوك قابسن سؤال شين تجاوب تديو بحش الفائدة كتير توشيع مرجع سوو كيري وقد أورد المصنف المصنف هو ابن هشام ويقول سؤال 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 على ما شيء يقول سؤال قرره أوصي وأجاب وأنا كتير من المصنف عن سؤالك فقال وقيري ابن هشام فإن قلت هطعت راهبو لا فائدة فائدة كمسقنا في قوله قول الناشئ في صناعة الإحراب قفك فنك عن بالله وكوى مكوى إحرابي فإن قلت هداتي راهبو لا فائدة فائدة كمسقنا في قوله قول الناشئ قفك عن بالله وكوى هذا الكيس أوي هذا في داء إنه اسم إشارة مرتو فاعل ماذا شيئا إنه اسم إشارة الضمبي فائدة كمسقنا بعد قولي قول كيسا كجدان لأوي راد إنه فاعل مركو سويري إنه فاعل كد منو يرادو إنه اسم إشارة فائدة كمتشرتو هذا اعتراضو محايا اللي عمل قرد دو تشددو بيانو الإحراب إحراب إن العضيئه قام ذا كان استيقي قام فعل الماضي ذا فاعل هلا طوار عضب مركا اسم إشارة تنو شيئا فائدة كمتشرتو وتشددو حياة إن الإحراب إحراب كان العضيئه إحراب كان ولا عدي هذا اعتراض واعتراضه وكونه فاعلك هنشديس اسم إشارة هذا لا يبنى عليه كركيس اللغمات لسو إحراب إحراب وذلك أرنكاسون اسم إشارها وذلك اسم إشارهنا ملتبس أخو كل هنيا بخلاف قولك قولك خلاف كيس في الذي اعتراضه مع بيان محلي محل كيس عدين كيس لتركيه من الإحراب إحراب كحق سمحل كحالك هذا إنه اسم وصول اعتراض السنة واحد مركعة شيكت الذي إنه فاعلي هاي كدب إنه شيكت هو اسم وصول تراب أيضا فايدة كجيفتا حيلا سلي عيدا للرادينة لكن مركعة ذا فاعل إنه يهي شيكت كدب واسم إشارة إنه ترى فايدة كمات شيكت هذا الاترابه نحن كنقول جوابي هذا الكسوس عرض
مركز يري وذلك اسم شعرينا ملتبس ومتكو ديان بخلاف قولك قولك خلاف كيسة وعطل هذا في الذي مع بيان محله محل كيسة عدين تيسة لكير كيسة الذي محل كيسة مركز عدينه من الإحراب إحراب تحقي سحاله كهب محلكو إن اعتراضه إنه الذي ذو اسم موصول وي محايلا فإن فيه قولك وأه اسم موصول فإذا تن فإذا كسوغان فإن فيه قولك وأه الذي اسم موصول إن اتكت المانتو فإذا تنى كجرته وتنبيه براروتين كجرته على ما شيء اللي سكو براروتين يفتقر أبهن الموصول موصولك إليه ماغا ومن الصلة الصلاة والعائد بعائد ليطلبهما سيئوه راديو المحرم قفك وإحرابا إيه ولي يعلم إنو أغاد قفك وإحرابا أن جملة الصلة الصلاة جملة ديبا لا محل محلها جملة سنو سنوصق ما حتى سيداس استراحضو إن قلت أنت جواب كذي هذا اللي سوى أنت شرطية جواب كذي هذا اللي ربا قلت وحن لاي بلا إن فائدة كسو بنا نسكد فيه فائدة فائدة كسو بنا نقول بلا إن فائدة كسو بنا نسكد وكيد ندا فيه أي في قوله قفك الناشئ قولك يسأو إرادة اسم إشارة فائدة كسو بنا وهي فائدة كسو بنا واحد تهي التنبيه براروتين على أن ما شيغا يلحقه اسم إشارة هليلية وح اسم إشارة قلال كلا حريرة ومن الكاف كاف حرف خطاب إن إتهاي ويسان اسمهاي فإذا دي ساكو جبتا وإن كانت هباءها تكاف تاسو متصرفة متصرفتا تصرف الأسماء أسماء التصرف كيدي كاف تاسو مرتي سيد أسماء دي اتصرفتا هذا فيري إن أسماء سيد اتصرفتو حلابا هاي مررت بك مررت بكما مررت بكم مررت بك مررت بكما مررت بكنا ها سو ضميرك ما تصرفين كارتمك انت تصرفتي فيري مررت بك مررت بكما مررت بكم مررت بك مررت بكما مررت بكنا كارت سوا كارت اسم سو ما كارت اسم شهر اساسه خلي تصرفي ها ذاك ذاك ذاكما ذاكم ذاكن الذي سيدي اسمك التصرفين سيكا سبهو التصرفتين حتى أنا مربع اسم إشارة حتى يقشي وحرف مربع اسم إشارة يقشي وحرف مرضي الله أفسدي لا أنها اسم اسم إليه ماهن اسمك مضاف إليه حق اسمح له إدافي ماهن اسم مضاف إليه أولا ليه ذا مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل كريم ساسوي إحرارك ها كاف تاسو وحرف أيضا سيدي اسم كيبهو التصرفت ديرتو تاسوي هل فائده فائده ذا كلام ولي يهتدي إن اسم إشارة لماذا الله شيقه داد إن اسم إشارة تايلا شيقه فائده ذا كله كجرته ولي يهتدي إنو كهنورة درتيت الناشي طفا باللوغة إلى أن الاسم اسمك اسمك المقرون للحرده بأل الذي اسمك يقع بعده أي بعد اسم الإشارة اسم إشارة كقدر اسمك دعو أشو كجرته من نحو قولك هذا كذا حق السحال وكهذا اسم كاسو جاءني هذا كرائي مت أتقو قوشو كان داي الرجل أو ننكا نعت اسم كاسو نعت وفايدة كلا نعت وي عند ابن حاجب إن حاجب أبتيسة إن حاجب وإولي اسم على اللي خطاد أركتو أو اسم إشارة كدن بي ونعت ونعت أو عطف بيان ومركات محلة بهاي جاءني وحيسو قري هذا كان كان داي الرجل منك فيري ونعت ساسو لئيني حاجة او عطف بيان اما هو عطف بيان عند ابن مالك الى مالك تيس الى مالك نحو كله ما هو عطف بيان عطف بيان الرجل وجامد سابو صفيني نعت واسل وحاينه يهي ما مشتق صومان مالك ويقول كله يواب بيان وحاليه بهاي جاءني وحيسو قري هذا كان الرجل من كان كو بياني الرجل من كان ساسولي بدل ان لقد انا واقيل شراء يدنا صدح لا ساكو بنا على الخلاف الخلاف في حالي كو سوغي اسم كاس اسم كاس او كدن بي اسم شارهات كحالي على الخلاف الخلاف في حالي كو سوغي خلاف كلمة كونو لغو سوشيغي في المعرف كي المعرفي بي اللغو معرفي معرف كي الواقعي دعي بعد اسم الإشارة اسم الإشارة كقضال إيا والواقعي معرف كي دعي بعد أيها أيها كقضال في نحو قولك هل كذا إحدى سوكا لكون دعي أتنابو يا أيها الرجل الرجل ذا سبحان إلا روان نعتي
يلي روا بيان لا بد قلبه كجيري سماه لا بد قلبه كجيري فجاهد بعضهم قبل كده يقول كتجي اسم كستو الله أيه كذب بي يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها الذين آمنوا شو بتجدي اسم كستو الله يا أيها الإنسان اسم كستو الله أو أيه كذب بي أيها كذب بي خلاف كاسة كجيري فجاهد بعضهم قبل كده يقول كتجي إلى أنه اسم كاسو نعت أيها نعت جدي إنه يهاي وبعد من قبل كنا نقول كتجي إلى أنه اسم كاسو عطف بياني عطف بيان إنه يهاي عليها أي تلقو بيانيه وقيل وعليه بدل وبدل منها أي تلقى بدلا وقيل وقيل ومما شيء وعكم إذا الله يبنى عليه أن يقول لسن إحراب أن تقول إن أترضى في قرام قرام إن أترضى من نحو قولك هذا كحق السحال كهذا قرام زيد مضاف إن أسكتر هذا ماشي قرام زيد هذا قرام زيد الجر إحراب ها حرف التنبيه ده اسم مشار مبتدا مبني على سكون في محل الرفع غلام مضاف أسكتر غلام مضاف زيد مضاف ليه محل الجلية وحبيب ما عليه شيء غلام إحراب كذي ما عليه شيء نقوله صوت مضاف نمره إحراب كم محل كماله كلمة دانوا مضاف دي اللي يريده إحراب لقبه كماله أو قاعد أو اللي يرابه مضاف سمان ها ومنصوب متجرو أما اللي يرابه مضاف سمان ها ومرفوع ما متجرو إحراب قاعد أو أكرر المضاف متجرو مضاف عامل ككارة وكعمل فلا منصوب النغاكرة متجرو النغاكرة مرفوع نوى النغاكرة وعلى قرتي متجوم النغاكرة حول نغوة واسم صح وابحض فرنك عام سو متجدي مركوا النوعات ما نصدح راس كلمته النغاكرة صدح راس كله هو نغكرة، صدق حاس كلو نغكرة. مركب واحد أتري هذا، غلام زيد محراب لي هذا، هذا غلام سأتري ها حرف التمديد اسم شارع متد، غلام مضاف، غلام زيد مضاف لي واحد الولاية هي، ما هذا محراب من غلام بدان، كم ما محرابنا، محل كذي ما إلنا شيء، واحد اللي قفأ إيدي ما وركب. مقتصر عن حال أتكو قاب سنة إذا أتري أنا تقول فعل كذا كحاله، مقتصر عن حال أتكو قاب سنة عليه قول كاظ، محايا لي، صرت أن محراب لو جد سين حتى قول كاظ. فإن المضاف مضاف ليس له مضاف وما سنان إعراب 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 كاسم مستقر سناضي إعراب سغن ملحا كما للفاعل سيدو فاعلك أو سناضي فاعلك إعراب سغن لي كلمة دروا فاعلة تتروا عدة أما هو مرفوع لفظا أما هو مرفوع محلا فإن له فاعل وعاو سناضي إعرابا إعراب إعراب كو مستقر سغن وهو إعراب كاسو الرفع القدوة لفظ النجاتي لفظ اللي قدو أو محل النجاتي محل اللي قدو إيه والنحوي فاعل وحلا مدى أي الفاعل فاعلك وحلا مدى طبيلكم مش الله بكتوصة أو مما شيء له ما قول سناضي إعراب وإعراب إعراب كو مستقر سغن وذلك مثالك وحلا إعراب كالسغن لي كالمفعول ومفعول كوكالي فإن الله مفعولك وحوصنا إعرابا إعراب إعرابك مستقرا سوغان وهو إعراب كاسونا النصب وقربك وهذا كان ملتبس ومدك لهم بخلاف المضاف المضاف كخلاف كيس حكم كاسا صوشي نفاعلك مفعولك مضاف كخلاف سان فإنه مضاف ليس له مصنا إعراب إعراب إعرابك مستقرا سوغان وإنما وحك لما أهن إعراب إعراب المضاف مضاف كإعراب كيسو بحسب ما شيء قدر كيسو يدخل عليه القرى وإيه قال الله فيري عاملك كهرية الله فيري ومما شيء يقتضي كان يهو معه عاملك كليوي بحسب ما عامل قدر كيس أيوهانا يدخل قرى عاملك عليه مضافك ومما شيء عاملك كاسو يقتضي كان يرفع مضافك لجديد ديسا أو نصب لجديد ديسا أو خفض لجديد ديسا فالصواب الصحراء أن تبين وين تعديده مواقع إحرابه مضافك إحراب كيسا ميلاه وطعي وين أتشيكت وين أتشيكت أو فتقول أعتراض أن تبين كعلا أن تبين وين تعديده فتقول أعتراض فاعل أعتراض أو مفعول أعتراض أو نحو ذلك أما وحلا متأ أو من العمد عمدينك والفضلات فضلينك عمدي معاكم إذا فاعل مبتدأ خبر فضلات هنا عاكم إذا مفعول وحوين مفعول مطلق كواسا كم إذا كواسا كم إذا وايه وهذا كان ملتبس وامد كده عن حكم كان مضاف وهذا حكم كان مضاف ملتبس وامد كده عن بخلاف المضاف إليه مضاف إليه بخلافين أستقى حتى ترى مضاف إليه وتقدبته وإعراب وإعراب حين مضاف إليه إعراب لبات مالي هل إعراب إسكري مرة تاتي الوامضاف إليه وحلوين فهمه ومجرور خلاص
مركا مضاف إليه مجرور وحلس يرى وقف ابتدائي إيه مركا ضط وفهم أيه يقول رابع يدو مضاف إليه الله يذكر بدبي وأنا وإحراب طيبة مركا ضط مضاف إليه تيم حيفهم أيان مجرور مركا سير وذلك حون كمضاف ملتبس وكله هي بخلاف المضاف إليه فإن له مضاف إليه وحلسنا ذا إحرابا إحراب إحرابكم مستقرا سوان وهو إحراب كسؤال الجر وهو أصل بالمضاف اللي هو أصله فإذا قيل هدي ليره مضاف إليه علم وحل أغانا أنه مضاف إليه مجرور كل شرئين يهي لفظا من جهتي لفظا حق لفظك وقارما ومركو معرب يهي أو محلا من جهتي محلنا لك شرئ وقارما ومركو مبني يهي وينبقي وحاوها بان للمحرق قفك إحرابا السلام مهم وفائدة بغا طب كان عجائب وفوائد ديسو سوما تشيدين فوائد ديسو وحل هلي كرمان هل كان وقف رضا إنو نوغو الشيغو سرايا قابك اللوغو دواقو كلمات كعربية كلمات كواح الله تعالى قابا الله بس هل حرف وحا يوحي كبابا ويحي هل حرفة برابتو براب فعل ماضين مبنين على السكون اللي تسالي بالضمير رفع المتحرك ماركا ترابو تو ميادهة ليه ميدة لفدي يساكو دواقي ميد ماجي إيسي يدو دواقي ينضاقو باسمه ويحي هل لفدي ينضاقو باسم ماجي إيسا اللوغو دواقي وحالة هذا هي أطاؤ فاعل أطلب مقع استخاص كهدوء الواقي أما مقع أو مشترك أو محايم حين أطاؤ ضمير تأذن حيته ضمير سمان وضمير فاعل أسكلب مركا لبدا اسمقع تميدوء الواقي إما تقول الواقي باسمه الخاص أو محين أطاؤ إيانا تقول الواقي باسمه المشترك مقع كدحية سيكوة كلا وطرابة الضمير حال ديرة باللفظ ينادو قد واقضه سوى هالحرفة او تلاهو ضربتو تو فاعل ها ايه ده تالو ليه فما كوو باللونا معا سوهاري ويحي كبضا هالحرف لبضا حدو قيرو ينضاقو باللفظ لفظ يسال الله قد واقع ها من انت اعرابة الولين الميمو والنونو يا الله من ما يا وحال ايه لفظ يتقود واقع من اسوات اسم استفهام الله الولين الالف واللام حرف التحريف دي ميدي وحال هذا ال حرف التحريف انا والله حرف سوما جديد مررت بزيد هي بزيد اك احرف وين وحال هذا هي بزيد ب حرف جر يمد لها ما لفظ قد كده واقف ما قاعد يسيني ها ال باء حرف جر يمد لها لكن زيد في الدار يا في الدار الاحرف في صاد كده واقع لفظ قد كده واقع ما قاعد يسكده واقع ميدي في الدار دي من الف اول يا ابي ميد اروح على في الدار في حرف جر مركا وحي هالحرف ينضاق باسمه الخاص او المشترك وحي هالحرف كبدنا ينضاق بلفظه مركا تاسر بالك انه كشرح وخالد وتهل الكاس ما لها ابنشاء وينبقي وحو هبون للمعرب قف اعرابا الله يعبر ان صنع عبرين أما لفظي هو أسيغ موضوع لديتي على حرف واحد هل حرف ودتي باللفظي لفظي سوى نفسك عبره لفظي قال لك ما عبره هدو هل حرفي هاي ايه مقع لك عبره فيقول او يراهد الله يعبره وإنو سن عبرين او فيقول مكس او يراهد فهذا سوية كدك نفيا إلا كوريا او فيقول او يراهد في الضمير ضميرك ضميرك المتصل لحرير بالفعل من نحوي قولك قولك هذا حق سحالك هذا فعلك ضربت وان قراعي تو فاعل انو يهدو ساسو كلمة هبونا إذ إلا ذو وحي التهي لا يكون اسم اسم السقناد يكون طاما كدقو سيدي حشيرك هو إعرابي إذ إلا ذو وحي التهي لا يكون اسم اسم السقناد اسمك هكذا سداسا سداسا مجرو فالصواب الصحة ذو وحي التهي أن يعبر إنو قفك عبره أنه أما هو موضوع على حرف واحد شيء لديه هالحرف أن يعبر إنو عبره أنه أي أما هو موضوع على حرف واحد كي هالحرف لديه وإنو عبره باسمه مجعيس مجع الخاص أو غاركا أتا أوي أو المشترك أما مجع كده يصير كوح كالاته أو أهل ضميره فيقول وقوليه أتا ومحه ومجع خاص كها أو الضمير ومحي ومقع مشتركها أطاء فاعل أولي أو الضمير فاعل لا بدأ سؤال مدير هذا وأما ما شيء صار هذا بالحذف بالصواب الحذف حذف سيرتيس على حرف واحد أما كلمة أول حروف بدن كوبنات لكن انت حذف قلعي
هل حرف كسر حري أصلا هل حرف الغد واقنا هل كيس حرف الغد واقنا بس معايا لو وقت إيه هو ما هين هالحرف هالحرف ما هين فلا بأس بمال بذلك وهو التعبير كاس فلا بأس بمال بذلك أي بالتعبير باللفظ إن لفظ جيس لا عبره لفظ جيس لا عبره فتقول وعلى رأي مو أو كلام مو أي منو وعي أي منو أن ترى شجرة أميم كاس لا صهر آه ما كاس مبتدتها مركز على مو مبتدون أسكلام حذف خبره خبر كيسيا لحد في أسكلام ها وا أي منو أيها ها داريالك ال آه مركز واجمع يمين حشر وكوش شجية أي منو أسر كده جمع يمين أيها دولي مركز ولا حد حذف لأنه هو كير وهذا كان مثلاً أنا نقول تلقيب كمده لأنه من كاسو بعض أي منو أي منو جواب كمده وين آه وا أي منو أول حد حذف وفي قي فيري وفي قي أو كلاتو قي داس أو كلاتو وفي قي أو كلاتو كيف عصمتها في مو كيف عصمتها وهي وتقول وحلا راه في قي قي أو كلاتو معناه من الوقاية كتمن وقا يقي قي إلى الوي مركب وفي الأمر من ثلاث شركة حرف كهر أول نثلاث إسكاها آه مركب يقول وفي قي وتقول وحلا راه في قي من ناحية قولك قولك هذا حق السحالة وكهذا قي نفسك ورنفت هذا كإلى علي الوير ورنفت هذا إلى علي وحالة ضاية قي فعل أمر لا في بيسة تقول واقف بمالك سببت أصل كهل حرف ما هين لأنه قي قاسو من الوقاية إلى لين كيمد وقا يقي قي وي وودين واجي مضارع يبقى بعض إن يأدين أمر كي يكون بعض أيضنا خلاص كسوحة كسوري قاف كليو سيدمت بمر هلو معي فإن كان هدو يهي لفظه موضوع عن مثل هدوش على حرفين لا حرف هدوش نطيق به وحال لغو دواقع به باللفظ لفظه لغو دواقع المقع لغو دواقع نطيق ولغو دواقع به أي باللفظ لفظه جيسا لغو دواقع فتقول وحال هذا من مالك إعراب لغو يرادو اسم استفهام أضل هذا من اسم استفهام أضل هذا إيه وما أشبه ذلك وحي اللميطة سيدا قد إعراب لغو القاف والدال ليه ميدي لفظ يا تقول واقع حالا قد أوصوا تحرف تحقيق هل أوصوا تحرف استفهام لفظ يا تقول واقع مرد الله بحرف جاره ولا يحسن من أجسنا أن يعبر إن لا يعبره عن الكلمة كلمة بحروفه جائها مرد الله بحرف جارته حروف تريه كاد إن لا يعبره ما صح ماها فلا يقال لما يرهدو من مرك إحرام لو يرهدو الميم والنون اسم استفهام لما يرهدو ولذلك السياسة التي ذا كان قولهم هذا الكودة ونحادة قبل كميدة يرادين أل في أداة التعريف أداة التعريف كماركة كان لا يرادين أل أقياسوا قول كاسا قياس نمات بضان من قولهم نحو ليدة قيب كوا كميدة قول كودة كقياس نمات بدين ويرادين الأليف واللام حرف التعريف قارسة سكرة قابل مكتب الأليف واللام صح ما حيال أل صلى الله حرف ما وحا قياس نمات وافق صن إلا إرى أل أقول لديهم الألف واللام لكن علماتنا هايان الألف واللام لفت كودوا واح شيئاً صارتوا كوحاً بارتي وعيدا وقلافة كتيرة وحا أداف تحريف كان ملامتا من اللي بدأ دو إسواتا همسدن وهمسة القطع من اللي بدأ دو إسواتا همسدن وهمسة الواصل ما همسة كالي جيدها لامتوا وفارق وعلى إسوها هيا مركزا بيانا إنه إرادان إنه وقت إشكالك كسارنا الله بدأ بإنه أمشيدنا مركزا لأن الألف واللام ساسم الله إنه إرادان يا يوم لتكون وقينا ساسم الله وقع سيدك واي هل كان وقرب إنه كوشيغو وحويان حروف تزائد دادا معنوه لو رجي ده حرف كان وزائد كمارك ليه إنه يسان أهين معنى مالك إنه يسان أهين معنى مالك إيه معنيه أصل كها لو ركينو نوي بس معنيه أصل كها إنه يفايد ده لو ركينو إيه وها لو كان التقوية توكيد فاسترتد واحد يرادي نحو وليدو هذا عرفت كلمة حرف سائد كتيره وحي لمتها اللي بقر أيضا لسوء العري باطر هذا ليس كمثله شيء ولي رادك ليس كمثله كاف تواصله اللي يرادو وحي لمتها يرادي أيضا اللي يرادي ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء أي لمت توكيد كلفتك انتو فائده شري فائديني حرف كان انتو فائده شري ايه معنى الآن ما انتي فائده شري توكيد لفتك انتي فائديني لا بقى ايضا يقول اشي لما تيران فانو عاد مسألة داسو كود دايرانا يقار ان فهمين او اي كاقل دانتو يكهو اصبح دي وحلو لكي دا حرف كان وزائد
حرف كان وزيد قارم يودن معنا ملع إنه رجيل هكا كهو أصبح لنا فخر الدين وراسي يا كاميرا أو نقدين أي ابن هشام ويري وينبقي وحا هبون أن يتأبنا خالد إنه الدفاع السودية وحبرا إنه الدفاع ساسو كعليني مركز إنه الدفاع أخرى لكن البنان كودي من قال ابن هشام وينبقي وحا هبون أن يجتنب إنه كفه هذا المحرب قفك وحرابه أن يقول إنه يراده في حرف 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 اللفظ كستو قرآن كذلك اللي لكي حرف هذا اسم هذا فعل هذا حروف المعاني حروف الجاي متكرر هذا أن يقول إنه يراده في حرف حرف من كتاب الله كمذا تعالى إلى واصل رأي الزائد إنه يراده وإنه كفه هذا محيو كفه هذا تعظيما لأجل التعظيم وإنين تلاتي الله لكتاب الله وإنين واحتراما احترام الله لكتاب الله واحتراما لأنه شأني يسبق وحأسه دقدقة إلى الأذهان الفهميالك أن الزائد الزائد هو الذي كينو يهي الله معنى له أم معنى الله صعصت مسكحة أسه دقدقته معنى أهنا واقلا حتى عربي آدقة ما كان الشيء يقول إذا حرف كان هو زائد لو لو تشيد معنى ماذا لو تشيد حرف كان هو زائد ما هذا حرف كلام فصيحة كتيرو وحا لو تشيد معنيه أصل لو قد الله تلقى الحرف كان لو بكين وحا لو كان التوكيد يتغوير بس ساسا لو تشيد لكن ما دام الزائد مركل إرادة معناها مسكحة كل صوت تقدقى أوياه معنى مالا وإن هذا كعبير كتاب يسونا وخاصة القرآن كوسيقة لسان حالة يسونا واحد يعكرت إلا إرادة حديث كان معناها الهوري ومضها من لفظه النبي مركل لكن القرآن كوه كلام كألا حرفا ومعنى وكلام كألا مركل مسكحة ساسا يسون لأنه شان يسبق واحد يسوق تقدقى إلا لهاني فهم يالك أن الزائد السيد هو الذي كينو يهلا معنى واحد معنى له سنوصنا أصلا وكلامه الى هذا الكيس سبحانه نقصان يعيب وطن اي يكفق هذا وتعالى الى واصل اياه منزه ومثل كفق ايه عن ذلك اتم المعنى معنى الان ومثل كفق ايه ات وكفق ايه لانه الشأنية ما من حرف حرف متيرو حرفك فيه في كتاب الله كتاب الهي كسغان الا والحال ولو حرف اوسقنا هذا ما هو معنى 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 صحيح صحيح ومن فهم قف كيف فهمه خلاف ذلك فهم كاس واختلاف صن إن لولت شيء بحرف كزائد ك توكيد الله كان إن لولت شيء معنى ملك سداس هذا وسداس النقطة سداس واحد نحن قف كيف فهمه مركب ومن فهم قف كيف فهمه خلاف ذلك معناه خلاف كيس فقد وهم وقال ضمي هذه هو اسم تسي الله بكرة جرى وهم يوهم وين طلعتها وهما بمعنى غلط وقلط ماي وهما واسمه سيي على هذا اللغة العربية وهما فلان في الشيء وإليه يهيم وهما وهذا الربان طال أي ذهب وهمه إليه وهو يريد سواه طفق الشيء الخبي مكاسا مسكحي مالك لك أب مكاسا وحوين وهما وفعلا مثل كدون وهمي وهذا الربان طال وأمرك اسمه تسيس كي تعرفين يا تربتين أتكون هذا الشو مسكح جمال مالك لك أب كاسوا وهم وهذا ربان طال أما وهمة يقال وهمة في الحساب وغيره يوهم وهما غليب فيه واقل ضمي قلق ألي هذا واقل ضمي وهمة يوهم وهما وهما أي غلط فيه واكو قلط ما يوي فك الله رضا أسكالفها اسكو مستر ما اسكو فعلنا ما ما قلت فقد وهم واقلط ما وقد وقع وارد عيره نهشان هذا الوهم فيه سوكو شغلة حتى كلمة دوا شغلة سيأل أقرأته هذا الوهم قلط كان بفتح الهاء هذا وعلى كوف دقا هذا الوهم يجي إنه أخذ وهذا اسمه تسيسك ويصنع هنا كبارا بفتح الهاء هذا اللي قربت ده الاخر مصدر وهموي وفعل وحوين اي كاتمد وقلط بكسر الاخر اذا غلط دوام ماكو قلطمو ماكو قلطمو ما ماكو اسوغو سي دريس كلام مسخدو كاد اي قلط توص ماكو قلدنا ليره ده وهمه وقد وقع وضع هذا الوهم قلط كانوا للامام فخر الدين الرازي امام كاسو كو دعي خبيب ري الله يرهدا ري مش اللي خبيب كده اها قال الكافيجي كافيجي وغيري فإن قلت أعطاتي هذا من أين علم المصنف مصنف ابن هشام هل كوك أغادي أن هذا الوهم قلط كان
وقع إنه أدعى للإمام فخر الدين الرازي سيكو أجاد هكيك كعرك إنه قال دمي قلت وعن كلية من أنه إلى لبعض منك أجاد لبعض وابن هشام كأجاد إنه قال دمي للإمام فخر الدين الرازي أو حركة زائد كأفهمي إلا رجل زائد معنى ملك إلا رجل سترتد القرآن كإلالي أو آيات وحاول فبما رحمة موجود كيرية فبما رحمة هذا مقتل ماذا ماذا استفهامية بعكرت لي لا قبله هل هو كعرف حرفا على هين ماشي كتيره ما رأى هين بقول بحرفا على هين كتير ما بقى هين بقى مركا ورلا ما ميلون كأجاد الأول متكور رأي أنه فخر الدين الرازي نقل وقصورها إجماع الشاعرة إلا هو أضاق الشاعرة بأصوي الإمام الثاني قال له هذا الشاعر وهدي بكرة قال الإمام الثاني بوتشيرا وإمام كي يدبر أقاسي ملكا شاعره يدبر أنك أقول لك أيوه مركا أنه فخر الدين الرازي نقل وقصورها إجماع الشاعرة الشاعرة إجماعي على عدم وقوع المهملي مهمل بإدس وين لوايي أكو إجماعين في كلام الله وكبعه تعالى إلى واصره إلهي كلام كيس مهمل كمتشرو أعشائر أكو إجماع ريول وقل وهو إجماع آرنا عين الإجماع إن لقو إجماعين نفتدوه على عدم وقوع الزائد الزائد بإدس إلا جوهي في كتابك علي زائد كمتشرو تاسي لمت هاي الفيري هدين لا يرهرو زائد معنيه سواح اللوراتشي دا معنى ماله مهمل كيوي اللي مهم الوساسي وافعن معنى الهيني مكت دي زائد الوفا الصيرو معنى مارا مهم الإيه زائد اسكم ميدا ينقونا اسكم ميت اي نقايا مركا مركاسو وهو يري إذي زائد دو زائد بهذا المعنى معناها أو زائد كذي الوفا الصيرو وافعن معنى الهين هو عين المهملي مهمل كان نفتي سوي اسكم ميدا ينقونا فلو لم يقع حدوصا أدع إلى حين له فخر الدين هذا الوهام قلت كان لما احتاج أمضه ناديه إلى التعرض وبنبحين لهذا الإجماع اللي وبنبحه إجماع وحا كوكا لفاي وحا يتهاي معناها فقلت كان أفهم الزائد إلا لتشير مركاس إنه كد في عرب إجماع عن مرك أو إلى هذا قرآن ككمتشر مرك قرآن ككمتشر إيه هدو مرك ولا تفهم لها والتوكيد يتقوي الله كياني زائد كان اللي لبتش هذا معنا مرت اجمعنا مرت سدين مرت دفاعين وصقلة وصقلة اجمع مرت سدين وكل دفاع عرن كاسو عرن ككوباد ولا جاب فهم أيه إنه أفهم أي زائد ك مهمل إنه يه وثاني عرن كلا بعض ولا جاب فهم أي أنه فخر الدين حمل واحد بار ما في قول تعالى على كسر أنت فبما رحمة وأنسوا جن ما ضاف فبما رحمة على أنها استفهامية إنت بمعنى التعجب دي على أنها استفهامية استفهامية إنت هاي استفهامية ده سو بمعنى التعجب التعجب كم معنى وذلك مثال كنا كقول وإلهي قوم كيسوك لتعالى إلى واصر رياه ما شيء من حيه لي أنا قيسون هذا ما شيء من حيه لي أنا قيسون هذا لا أراها لا أنا أركي من الهد هدى شنبك هدود كه ما راس لم يطيب ما أي شيء لي فأشار المصنف مصنف هو إشاري أو أهل ابن هشام إلى الأول أرن كهوري كان هرو إشار ما كهوري لما أرن ألقف من صماهم كان هرو إجمعه إشار بقول قول كيسو كل إشار أو يري فقال فخر الرازي فخر الدين الرازي وهو يري فخر الدين الرازي وهو يري المحققون المرى المحققين من المتكلمين أو متكلمين تكمل وهم الأشاعر والأشاعر كوه الصغي سيدة دقيقة الصغي كوه دقيقة الصغي إيه هو أصحو كيري وهم أشاعر ضائفة وكوه من طوائف البدع كمدة ينتصبون واحد ونسبة شكتان إلى أبي الحسن الأشعري وعلي بن إسماعيل يثبتون واحد يسوغان الصفات العقلية صفات عقل اللي هو نسبه يرادن عقل اللي هو قطع عقل النبري يرادن إله الله صغو الصفات ده صفات السبعة الضرارة وقد رجع الأشعري وأشعرين وكلمت عن هذا المذهب المذهب كان كما ذكر عنه سيدي كشيغ عن حديث جماعة كوح ومن العلماء كمذا منهم العلماء كشيغ توحى كمذا ابن كثير فقد ذكر ابن كثير روح الشيغ رحمه الله في طبقات الشافعية هذا الكتاب كما وصل صورها لهم واسده هانو كل صورها لسيه انه شيء جدون لكن طبقات كوابا هينا الحمد لله نسيه الله ومشاء الله وانا كوية لهذا الكلام في طبقات الشافعية وقو كل شيء جيبه أما لأبي الحسن الأشعري ف
ثلاثة أحوال صدح حالولي صدح حال صومر أبو الحسن الأشعري. الحالة الأولى حالة أبوه الرئيضة حال الاعتزال وحالة الاعتزال أها التي حالة رجع عنها وكلا في اللام حالة وأن مرنكتشري أشعرنا نواقش أنه كتورت كيني حالة بعض وانت سوء استيقين مسجد كو قميس كسيبية حقا بغي ويرساس عن قميس كسيبية الاعتزال وقال نحبه وين من قاتل لغا نغل لسفرقين لما رفع ممكن ماذا بعد الهدف كتك تماني ساسو عدخينه من بركو كرير من بركو كرير ويرساس موجود ده قال كانوا سيبي نوع عسر وسيبتيو معتزل النمو تاسو حالة. الحالة الثانية حالة الله بيضاء إثبات صفات وصفات الله سوى مركو تاسك طبعا كان ماذا كان بحقوها كذا أهل السنة نما التاس وما إمان ماذا بحقوها كذا ماذا بكل بينت حقوها كذا. الحالة الثانية إثبات صفات وين صفات الله سوى صفات العقلية عقل قلونس في صفات سبعة الضبرة وهي صفات من المرضى ما يكالو من الواطنة الحياة نرش إليه من مريه أقولنا إليه والعلم أقانت والقدرة أود والإرادة الدونست والسمع مقلك والبصر أرق والكلام هذا لكن كلام كقابة السوية وقابة الأوليك كلام أو نفسي وحلي رأي سوية كلام أو معنى لماها وحي سوية لكن إن السوية يعني أفكا كشيكتا فالضرى سوية إيه هو تأويل الخبرية صفات خبرية إن لأوله ما الله ما يشلقوا أكو وح الله وحي خبرية كالوتي سيد الوتي قال لي واليدين اللي بدأ قعموب والقدم عكتا والساق لدنك كل يوين حوداك وحلم ذا هذا تأويلي بكو سينايا مر أقبلا ها وبكتشري العظام بل كتابة واحد كل نسكر إلهية ملة وجه ملة ساس أخرى صراحة يقول كله لها ما هو الأولى وكذلك الصفات أو فعل قالبتك إذا قار بضاني أولى سيدا قدبك يرضاها إيه كل ذلك رحمة إيه حتى رحمة مؤقر إله الله سوء الرحمن وأولية الرحمن الرحيم وأولية ما يريني يعني الله سوء والحالة الثالثة حالة صدحة إثبات ذلك وإن أرنكاس لصوه كله دمانتيس صفات إلهية من إلا صوه ذلك أحلو شعر صفات الله دمان إلا صوه من غير تكييف أيضا كيف لو شيرين ولا تشبيه الضمضان اللو شبهين جريا لأجل جري كصعشة دركت على منوال السلفي بريق السلف حلو صعود عكتا لصعود تاسونا ومذهب كي صدحة كصعنا وهي طريقة بعض الطريقة وطريقة دي سأكون مرة في الإبانة كتاب كان وهي ناهن أو إسكي يلو أدو في ربنية وانا فائدة بنية كتاب كي سلايرا الإبانة عن أصول الديان كتاب كاس طريقة مرة في الإبانة التي كتاب كاس وصنفة وصنفة آخرا وقدم بينت انت وارم الوركي ابن كثير وبهذا سلاسة تعلم كوغاني أن أبا الحسن الأشعري استقر أمر أرنك سنو كسرنا ذي أخيرا أقدام بين على عقيدة السلف سلف كعقيدة دي سا التي عقيدة دي جاء بها القرآن قرآن كله يمد قرآن كالكريم وناك بضان هي وسنة النبي عليه أزكى الصلاة صلاة من دو الظاهرنا بضان كل كيسا أعطو وأتم التسليم وأتم التسليم هي نبتقليين نبتقليين لنبتقليين من دو الطانيون بضان وقصر وأتم التسليم وإيه وأتم التسليم ويودو ما بقى وتمح الكاس وكسر بالمقدمة إبانة للشيخ حماد الأنصاري أيو كسر لكن كتاب فيها بيال الرسمي ذا أيها بيال مارك أد حالة داس نمبي أد وإنكراني أدو بصدان لكن حالة إنكرار كتاب كسي أيال لي إنكرار دو صعيدة علمة الشيخ إيدا نساس الصغيدة حافظ من كثير كتاب كسي أيال وكل صغا نساس يغطاوه إنو كتبت كياني حالة بحي أو مذهب أهل سنة كسونا دي يقول ما كتبت كياني لي مذهب كاسو كل انتي لي بحي وتضرر صفة الله صغا ماذا كاس به؟ لماذا كانت ماذا كلا تكلم أيام؟ لكن هذا كتاب كيسال كل شيء. هذا يرادن وقنا على الكتاب كيسى. وحكده كاس يرادن مقرن. وكاس على يري أيضا الشاعر كتب فائدة كيرين. الشاعر هذا عليه أبحثون الشاعر عقيدة الصحيح هين وكي إبانة قري وقنا لي. الشاعر هذا كتب فائدة كتابه. مركز يرادن إبانة ولا الشيء جاي تنماه إنسان بحده وحلاج جلش. ما إيوه. والبير ليش عينات يجاري حسبنا الله ما هيني يوم كاتعني كان وياي مدي صحبة هذا إبانة دي فمد فرت ما يسمع قلنا إبانة إنه قري ها كان مدا وحفل القدر نصيده قري يقول كان ديك كنيه مركو نوع وياي واحد وغيري المحققون قوة محققين من المتكلمين محققين تاس من المتكلمين كم دوام لا شاعرة وياي واحد كسر نادين
على أن المهمل مهمل لا يقعون سنكون في كلام الله تعالى والترفع كرنق الشديس كلامك الله عن ذلك إهمالك وكرنقه وأشار ابن هشام وكل شارع إلى ثاني أرهن كلمات أو كقرطي فخر الدين وكل عقلات كاس بقول قول كيسويري وأما ما في قول تعالى حارك السقنابة فبما رحمة من الله ماذا سكرته فيمكن وحاصور تقل أحويري فخر الدين ورازي أن تكون إلى النقطة استفهامية استفهامية سوى للتعجب اللي ياب السقناتي والتقدير سوى قدريد دون واحد تهي فبأي رحمة نحريس تيدي رحمة من الله إلى حق سكاهاتي أدلين طلهم بوكي العناد يعني وفي أولاك إذا لا زائدة معها في أولاك إذا فسوى قدق لنا انتهى وقت ما ذكر أمه فخر الدين ورازي والظاهر سوى ظاهرك أن هذا الوهم قلت كان لا يقع مرد كل واحد قف قفكم من العلماء علماء كاملة فضلا اسكب الدعاء أن يقع ينقر لمثل هذا الإمام إمام كان وكلا وهذا مو هذا الكلوير مركز روى إنما وحكى لماهم أنكر وإنكري إطلاق القول هذا كإن لا إطلاقه بالزائد للي إجلال وينين لكلام الله وينين تعالى إله واصره وروينين وكلامك الله وينين يا لقى في ماشي ها قالت معها هزولي قالت معها وينين كلامك الا وينين اطلاق مركوليه معناها هل ما دل وقولي قفك بات رضا ما زائده للتوكيد وصح مركات الولي اطلاق الديده ها انا ترضى ما زائده وتسك يغدبت قران كما كله زائد كما عادي كنت ما تقول وما اطلاق ده ايه هبات رضا زائده للتوكيد انا زائده للتقويه ولا قولي حاشي هذا كاسوين كوي على هلكان وإنما وكر من أنكر وإنكر إطلاق القول قول كان لا إطلاق بزيد لا إطلاق قوله إجلالا وينين لكلام الله وينين تعالى إلى واصر رياه إيا وللملازمة اللازمة ولازمة لباب الأدب بابك إدبته كما هو لائقه سيدا أعمنتا في حال إمام كحالكيس ها قاب خاصة أعمنتا إيق واقل دم إمام أعمنتوي ها لائق أمعا ويا ماذا كتشوات فالماذا أمتن لقد كد عذاب الفير ويروا أما حمل ما ماذا حنباري دعوه حنباري في قوله تعالى حالك سيئين فبما رحمة على أن تكون استفهامية إن نغطه استفهامية بمعنى التأجر على سبيل الجواس والإمكان بنانا شئ الصورة كلمة ودده ما هنين سيده إحرابي ويروا ماذا هو استفهامية ماذا هنو لا توا بنانتا وابئ كرتين استفهامية نغطه كيريب يميوك يرواه تحي مسيح كيريب لكن ورباك إيمان والذي كيئوير قاله أيرادين المعربون إلى ماذا وحي رابطه والذي كي قاله أيرادين المعربون إلى ماذا وحي رابطه وعبارة بعض قيلة عبارة الوحوي قيل وحي لما زائدة وي زائدة لأسول للتوكيد أصناطي وقيل وحي ليري نكرة ونكرة هذه نكرتها برحمة نحيطها فقيل وحي للموصوفة والسفية ماذا برحمة الوسفية هذا ما استفهامي على ما بصفه شوية بتواسع وقيل واحد غير موصوفة موصوفا معها ورح مثلنا بدل بدل كتاين منها ولا قد بدله هذا اسم استفهام وحي لقد بدله وحي اسم استفهام لقد بدله همسة الاستفهام على قرياس أصعط وابن هشام كبير دون وحالله وحي لقد بدل اسم استفهام وين همسة الاستفهام لقريا بدل ماركب بدلنا ما أقبالك فهو أويري فهو ذا سفير الله الذي قاله المحربون فهو قول كاسو بمعزل من الكفك أن يكون عن الدلالة إنو تصو على وقوع الوهام قالت إنو كدعي منه فخر الدين بمراحلة حتى ميلدو مان مرحلة وفر بمانو كفوكي انت هوانا ما ذا كلام الكافيجي ولما فرق ملكو كسو تيستي المصنف ومصنفكو من نقل كلام الغازي غازي كلام كيسين صرر إيه والتوجيه توجيهيسي أو أراد أوب داني إفضاله إنو بريه توجيها معك وكي توجيهي فخر الدين إيه وبيانا تفريع زائد زائد فرعشاديس إنو عديه لرشي ابن هشام داني لرشي أيو داني ابن هشام إنو هرت بريه توجيها معك وكي توجيهي فخر الدين إيه إنو تعريفيه قيحو زائد حلو رجيه ولما فرغ المصنف ومصنفكم مركم كسو تيستي من نقل كلام الرازي فخر الدين الرازي كلامك وكسو نقليه إيه والتوجيه توجيه سماده كو توجيهي وأراد ابن هشام أن أضعنا إبطاله إنو توجيه سبريه
وبيان تعريف زائد زائد إنه قاحه قال وقويري ابن هشام وزائد زائد عند النحويين النحويين يكتب حال وهذا هو الذي وامد كلم يتبه عن الله إيمان إلا لمجرد التقوية حوشين أو قليما هو التوكيد صاف وامد كاللولين معنيه أصل كحرف كلها كلمة دانو لهذا الله إيمان إيوح اللولين لمجرد التقوية والتوكيد لا ما أهم عنه أن الزائد زائد عند النحويين يكتب حال وهذا هو المهمل وامد لمعنى كره ما أهم ولمن الشيدان كما توهمه سيدوس موتسيي الإمام الرازي مركز يقول وكان خالد يقول كنت فاعي مركز يقول وأنت عديك هذا الطالب هو قد علمت واحد سوء جاتي أنا الإمام الرازية بريوني نبركي من ذلك قلب كاف تاسو أنا سو عرقتي ها نقلي عن كافيج كصهرة عديك لا سو عرقتي والتوجيه توجيه أوير ابن هشام توجيه المذكور للشيعي توجيه سو للإمام الرازي أسمع هذا في الآية الأولى توجيه باطل وي لأمرين لبعضهم باطل كوي أي ها توجيه سو لبعضهم باطل كوي أحد من بتكوت أن ما بضي الاستفهامية استفهام تلورس بي إذا خفتت مرك الله أصدقه وترى واحد وترى يحد في ألف ألف تد إلا حد ألف تد إلا حد في واحد وأنا جسوا أجاني فرقا لأجل فرق كالجين تردد بين الاستفهام هو الخبر اللي كالجيني ماذا استفهامية ده إيه ماذا خبرية ده مع المهدي ما خبرية حلو لكذا ماذا موصول لها حلو لكذا صح وذلك تصاليه مركا ما استفهامية حرف الجرقو إن ألفت اللقوي نحو أما شيء حج اسمحوية هاي يتساءلون قاربوا أي وحسكوا الدينية وغيري وما ما في الآية تحالو كسوكا يفابطة ألف ألفت الواسوان هاي ولو كانت حتى حالة استفهامية لحذف ألف ألفت الوال لحد في الهار وللدخول حرف الخفض هو صديق حرف كيستجلد وكالتالي تتحليها معبا وكتش وابا فيري اللي إنو الدفاعو الرباي فغرديني وعوي خالد ووجيبا وحل لوغة شواب لكن شواب كان لبكي سحساق عن نقديد دونوشن شواب معنى لعنين ووجيبا وحل لوغة شواب ماذا ألف تتحل لوغة شواب لأن حدف ألف ما ماذا ألف كيس حرف كيدا ماذا ألف استفهامية استفهامة اللو نسبي إذا وقت قلنا لحد دخل وقال عليها كور كيدا الخافض أكثريون حدث كسوامد أكثر لونس بيه لا دائنيون متشوكت لونس بيه معه حسن كو جوابي ناوي فيجوس وحبنا إثبات عرفت إلا الصغو لتبديه سيليس كو برارو تشيو على إبقاء الشيء الشيء باقية للديسة على أصل ياسر كي سيليكو باقية له وعوريد لكن وحلو عارضي شواب تبان كاني والعارضي لكي لما نبدلي وأريد واحد لغة عربية لغة معربة بأن إثبات الألف ألف طال صغا لغة ولغة شهادة شهادة فلا يحصل مونا كسنان أيو تخرج تنزيل القرآن كإن لغة تفسيره عليها لغة شهادة فاسا أيضا أنه عربي شباب تسعن كاما هذا هو لغة شهادة إن ألف طال صغا لغة شهادة ما كان لغة تخرجي كرو لغة فصيري كرو قرآن كي والأمر الثاني أرنك اللبية أرنك اللبية أوتو سيئنو بعض اليهي توجيهي سي أو الأمر الثاني أما خفت الرحمة رحمة اللي هو سلقي الديدة حين إذن أي حين إذ قال المركة أويري إنما استفهامية وي يشكر وحو إشكال قلين يا خفضاسو يشكر وحو إشكال قلين يا هو خفضاسو على القواعد قواعد عربية قواعد كي نحوذة وإشكال قلين لأنه أي خفض رحمة رحمة اللي هو سلقي الديدة لا يكون من نقكر بالإضافة وقت إضافة من نقكر فوائد أجائب له هكذا كيني ما لديكر أولا ما نقفض بما ماذا استفهامية مضاف رحمة المضاف له لما لديكر وقابك صلى الله عليه وسلم محاد عي وإضافون غوي لا يكون بالضاف إذ إلا بوحيد تاي ليس كمسونا في أسماء الاستفهام أسماء الاستفهام ما لفظ يضاف الله إضافية إلا أي ما هني أي ما لقى إضافية عند النحات النحات أكتود الجميع طمان عند الجميع أي عند النحات الجميع نحات دمان تدو أقولهم أي وان اسم استفهام وان الإضافية وكم إيا كم عند أبي الإسحاق الزجاج كليها أقول كم تإلا إضافية ولا يكون فاسمك الوحن أقاني ماذا استفهام يدا أي دوار اتفاق ماذا استفهام يدا لما إضافية كر مركا فبما رحمة ما واستفهامية رحمة ومضاف إليه ما ذكرت عربي كما يلقى بس وقشورت تاس حقه ولا يكون من غوكرا خفض الله سلق ديد بالإبدال بتل مما لقد بدلوا سيد بعض المحرمين أي رادين ها أولا يرادوا
فبما بعض وجهر ما الاستفهامية ده يجرتي رحمتنا ولقد بدله لما تذكره وذلك بدل كسلة يجوز ما بنانا مهو بنانا وعي لأن المبدل كان لقد بدله من اسم الاستفهام اسم الاستفهام وحي لقد بدله لا بد ولا مرمان أن يقترن إنه لحر يرسده بهمسة الاستفهام بدل كوين همسة الاستفهام لقليه هذي ومبدل منه هو اسم الاستفهام حاشية غفيري قال ابن مالك إن مالك أبو حكولي في الخلاصة وبدل المضى من الهمزة يلي همزة كمن ذا سعيد أم علي فيري وبدل المطمئ ويري اسم كالتح قريي مطمئن حالي لك هذا اسم استفهام كستارة همزة معنى هذو وطا إلا استفهام يأصلها همزة مارك اسم كستار اسم استفهام وحالي لي مطمئن بمعنى الهمزة لي مارك اسم وبدل المطمئن كل عبسية بدل كيس الهمزة همزة معنى اسم استفهام كيف لك هذا يلي همزة همزة لحري ولحري سنة همزة لحري سنة مربحة همزة لحري سنة تصالح هدوبة بدل كي ولا قد بدلو اسم أو معنى الهمسة وتي معنى اسم استفهام كي اللي قد بدلو يلي همسة همسة لحد سنة تصالنا واقعنا كمان ذا كانوا واقوما السعيد المية ما أنت كيف بدلي مكتب السعيد المية أم علي مسوى علي مرك هدوبة مبدل منه النقطة اسم استفهام خلاص وين همسة الجريئة بدلك وين همسة الجريئة مرك هلا عجائب طبعا نحوه خلاص هذا دي نقول حيث هل كانت تجرى خلاصة لغير هذه انت كلا نويسك جوجل دعي المقدمة وايا وغير محايا همسة اللي يجرية وغير إشعارا لأجل إشعار برينسين دراديد بتعلق معنى الاستفهام بتعلق معنى الاستفهام معناها استفهامكو إنه كنت تعلقا لإسترينسين بالبدل بدل قصدا لأجل قصد قصد دراديد وكنت تعلقا واختصت الهمسة تهمسة على قهر نغطة بذلك حتى متكل لما قليكر اسم كبدل كا واللي قد بدل اسم استفهام واحد كالو استفهام لما قليكر وإن همسة بس اللي قلية أيضا لا خاصة إلا قاعدة وحيطة لكل أدوات اتفق عملها لابد لها من أم وأم الباب لابد لها من خصائص أدوات كستو اسقاط وعمل فلا أصل إليه مدى أصل مدى عصنا لازم وإن خصائص لها أيضنا مركا همسة ما دام أنت استفهام فإذا إذا أصل أطهاي لما الشيء اللي خاص نغطوها كان كوكوش يا جدك تنكوبات بدل كاس أيضا عقشة طلباتها لأنها أصل الباب لأنها أصل الباب وباب كأسل كيسي طلبات ووطعها وحا لودتي على حرف واحد هالحرف واحد كلو ساسة مجر أيضا هالحرف وهالحرف نحو تصالي هنا واكنا يضل الطبقة كيف أنت سيئت أحاق كيف هو اسم استفهام خبر مقدم ولي أنت نوم تدم آخرة صحيح أن يتكبد شعرها لازم وين هم سجلي ده الصحيح ممت عثمات طبعت هاي أم سقيم ممت قدر قول شغير مركا هم سلس وإن لقرية بدل مركا فبما رحمة رحمة هدي بدل كأحالة ما استفهامي على بيرا فبما الرحمة على بيرا الرحمة على بيرا إلهينا مبلي إلهينا مبلي فكيف هدكو إحرار المثال كان في إحرار وعرّت إسكمري وكل فكيف اسم استفهام وهي خبر مقدم وانا خبر مقدم وانت مبتدا وهي والهمسه همزه او الصحيح كنت جبت همزه كنت جبت والهمسه همزه هي التي وامضه صححت والهمسه همزه هي التي وامضه صححت صح كدبت ابدال صحيح صحيح الا بدل ابدال صحيح ابدال مضاف صحيح مضاف اليه هل هو ذي وا حكايه سي لو سغوريا لو دينا هل وقدر مضاف اليه انا عارف يسي صح وايا ابدال صحيح صحيح بدل ديسه من كيف اللي بدلو وام ام او كجرت سقيم حرف عطف حرف عطف وسقيم سقيم معذوف ومثل عطف هذه معذوف عليه واي ما معذوف عليه او ترى معذوف ومثل عطف عليه على صحيح على عطف لا بك الجو هذا معضوف عليه وايد عليه ما هنا ما معضوف ما معضوف فصحيح صحيح بدل بدل ويبدل كون مفصل لو كلا صار من كيف كيف انت حالك يا وسويه حالك على كلا صار ما وعلى حالكم ما صحيح هنا ام سقيم وي كيف ما انت حال دوبه
كيف أنت حالك سوية إيه وضدوب صحيح مكة والغوك لسعى ويحل الحالك إنه القادة صحيح مية أم سقيمه مكة والغوك القادة صحيح مركا يسوه يري فصحيح صحيح بدل بدل ويبدل كم مفصل الغوك لسعى من كيف ولذلك إذا بدلت تدركت أو اسم استفهام لجدت لقرين وعلى الحريري بهمسة الاستفهام وسقيم سقيمنا معضوف والعطف عليه على صحيحنا الوعطف هذين هذي معضوف عليه هذين واسكو قبا ورحمة رحمة إذا بدل هين وحنا توسع أو إذا ما بدل كاب هين لم تقترن لما إذا حريص بهمسة الاستفهام فلا تكون ما نقول إذا بدل مثل بدل من ما كو تاس إحراف تاس واسع أول هذا تراوان واصفه رحمة سيدو قارم حبين تكمل إلهدين ولا يكون خفته هوسلق رحمة من نقوكرو ولا يكون نقوما خفته اللي هوسلق ديدا على أن تكون رحمة على أن تكون إني نقوط رحمة رحمة من تو اسم تكون على أن تكون رحمة إني نقوط صفة صفة وما لغا صفين تاس لما تشيرتو صفة صفة نقوط صفة لما أسوناتي ما هذا حيو نقويدي لأن ما لا توصف لنا صفيه إذا كانت هتايتها شرطية أو استفهامية لما أذكر لنا صفيه لا إذا كده ما شرطية إما استفهامية لما أذكر لنا صفيه استفهامية كان لنا شرطية حقوقا استطراد لنا فإذا ذكر لما يسترى ما بقى إذا عن الاستفهام هل مركوا وضسينا بعد من الجوهرة هذا هو انتحوي اسكت دول مرض هذا هو نصف ده هذا سيدي واي وغير وكل ما شيء دمنتيس لا يصف عن الصفين لا يكون له صفة مصنف وعن الصفين صفة مقاتان إلا ماذا الله صفين فوجد وحي واجبي ألا تكون إني سنقن هي رحمة صفة 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 لما أصغناطي تاسونا وشعوي حقا دي هذا تراهضو رحمة وبيان عطف بيان أيضا وحي اللي واجبي ولا يكون خفضها رحمة اللي يسبقيد يسو ما هانيو على أن تكون رحمة إني نغطو بيانا أي عطف بياني على ما لغو بيانيو معايا لقاعدة كبيرو أيضا ما أنت متكالي لأن ما شيغا لا يوصف أن لسفين لا يعضف عليه لا يعضف لغو ما عطف عليه كوركيسة عطف بياني وذلك سونا كالمطمراتي مطمرات كيو كالوي عند الأكثرين أكثرين تأكتول كسائية بنية سوية أوهي بنية ضميركا نعت مدح يدم يطرح مصدح لسئله قاعد ذكره لكن نعت كلمة قاعد ذكره عشي دوات نطلوب طالب خالي تدنا إمام كي الدفاع هدنا مركلة واي ويهو يري وللإمام حتى إمام كالرئيسي رئيسي وحا أسوق نادو إذا حق ويهي أن يقول إنو يريدو لما كانت ما ورما مركلة نغطة على صورة الحرف هرت هذا إنسي من التاي وأقل لكن مقال كحرف موقعك على صورة الحرف مركلة نغطة نقل الإعراب إعراب كيف يقول لك قوري منها ماذا وابا لك خريبا إلى ما بعد ناشك طميد الله فبما رحمة بعد سوح جرمي رحمة واكن جرك كم موضة ماذا نوى اسم استفهام وجرك محيو قادة ويلي السورة دي دا سورة حرف وعك مركز إعراب كي قدال لك موجي واسم كتن بي اللو قوري تحصلوا على عربية مثل يقول هذا يتصالح مالك يسوه يري خالد وللإمام الرئيسي وحا أسونا ذو حق أليه أن يقول إنو يرادو لما كانت ما مركا نغطى على صورة الحرف صورة حرف نقل الإحراب إحرابك وعلاقة حرف منها ماذا إلى ما شيء الله رأي بعدها كدام بيه فجرت والتشري رحمة بالحرف الوجري على حد مررت وحان صومر بالضارب منك قراعي حتى الضارب أشياء كجر توامحي موصورة واسم صومر واسم هذا إحراب كله كم مقطع ضاربي إحراب إلا صورة حرف إلا هذا مقطع أشي معرفة هذا هو أكتر فروه تاسو كلاتي وقتي على القول هذا قبل نقولك على القول قولك هذا هي بسمية الأشعط إن اسم تاي وهو الأصح وأنا قولك صحنا ماذا بضان إن اسم تاينا قاعدة على الله حيا شال الدرسي مثلا أنا بينا بروديان هالمامي مثلا لا سوحي هير صدح قولون شاقنا مطاف إليه إليه كتشرتو تركيس مطاف كاتشري إضافة كاتشرتي حرف من ويها كري قولك أوسع صنوخو ها وامحي ضاف كري لكن هو ترجيح بلا مرجح حتى ترجيح للشيخ مرجحات الواحد لقاش يقيه مرجح أبقى إسكيالة وامحي مضاف إليه مرار بضان الضمير نقضى صماها غلامه أو كلفيري مضاف إليه يوقع نقضي ضمير
قاعدتنا واحد تهاي والضمير لا يتصل إلا بعامله ضمير واحد عامل كيسان لما حرسل مضاف لينا ضمير نوع واحد ولا حري يسوي مضاف كماها خلاص عامل كيسان كوا مضاف قاعدة لا سأل وحيلا الورة جاي وحقبرة وقول عطان برا ها قاعدة الواحد تهاي والضميره لا تمشي أم مناسب كات كوري معنا هذا الهلك كوري مي ماشي أم مناسب كات ماشي إن شاء الله كوسام مرنويل ها ماشي عص اللي عرينا هدو هذا 10 كان ودينا هذا واي على القول باسمية تعال وهو الأصح وكثير إن بدن قيل هل وكاس وأنا قد ما دوتي فخر الدين الرازي هي تعقيب انتيس هذا ولي وحو آد وسيد إيرانيا ابن هشام حرف زائدة معنيس لولتشيد واللولتشيد وحن معنا لحين إيه وحن لولتشيد التقوية والتوكيد إيه الفات قبل قوانك إن لقى إلالي وكثير إن بدن انت اسبدنا من النحات كاملة نحات دي المتقدمين الصهر مري يسمونا وحيكون مقع عابن الزائد السلة زائد كالسلة مقع سيسيا وحيو سينيا لكوني انشدي سو يتواصل به مثل جارون نقضي الى ميل غرض دن جارد دنتو صحيح صحيحة وذلك مثالك كتحسين الكلام وهلك اللواناتين تيسا وتزييني هلك اللقرحين تيسا حلا فائدة لجو جاري كاملة وبعضهم نحاد قبل الكود يسميه وحكمك على زائد مؤكدا لأنه زائدك يعطي الكلام هذا فوق سينا معنى التأكيد والتقوية أي سينا هل كاسو ماشي وكو كينا يحاشده أو كسر مرادي إن حرف زائد ماشي كتشرو حرف زائد مال ألا ماشي كتشرو حرف زائد ماشي كتشرو إنه كاقي كانت تجملة إلا بقر لسعري لا بقر إلا سعري مرك حاشيه فايده بدن اكو طال وبعضهم نحادك بالكود يسميه حركه زائد توقعكم على اللغو مفهوم مقعده والالغائه اي عدم اعتباره ان الله فير والالغائه اي عدم اعتباره ان الله قيمين حركه زائد ك في حصول الفائده فائده ان يكون سو حصل به حركه زائد ك والإلغائه لا تيرديس أي عدم اعتباره إن الله أرك الله قيمين في حصول الفائدة فائدة سوى حاسلية ذي حرف إن فائدة أصغر دار الوصوى حاسلية ما الله ترقل معناها معناه أصغر كاللو دجي اللو مكيني لكن نجتناب هذه العبارة عبارة بس لكن نجتناب هذه العبارة عبارة بس إن لقفوا بادو عبارة الأخيرة في الضمب أه لاقي لقفوا بادو في تنزيل القرآن كده هي سلوك فوق هذا واجب وياك وواجب القرآن كإن هذا بهن لاقي وواجب أنا لقوان أتراضه لقوي حركان ولاقي إن أتراضه واجب تين كفوق هذا لأنه شأن يتبادر وحيوس وتدقى إلى الأذهان المسكحيالك يفهمك من اللقو اللقو حق وحكس وتدقى البعض له إلا اللقو مركل إلى هذا كلمة ولاقي لما معنى احتماشا معنى ملك واحتماشا وهي كلا احتماشا وباطل إلا اللقو يلا بلا سأل إرادة باطل كلا اللقو يلا إرادة كلمة دا معناها إن اللقو وحل إرادة أيضا إن اللقو مركة قرآنك إن اللقو اللي إرادة أو أي مركة تدك قبل كنت نسكح لأسوا دبشو باطل بوي وارهن آت أقطر وارهن آت أقطر وارهن آت أقطر واي مركة بعض الآية لقى فهمها بعض الآية لقى فهمها تاسع للدي دي تاسع للدي دي وكلام الله وكلام الله الله هذا الكيسنا منزه ومثل لقى فوقيه عن ذلك بعض الإله كلام كيسنا بعض ولقى فوقيه مارك اللفت قال لقوي ما دام بعض إيا معنى الآن لبضى بقو النقاط كارو وحوية إلي سيدك دكتابة لقى أصاب بعض إن لو لتشيه هو يقبل لقى فوقيه marka waxa ay ilmigu shan ay laga cabira maga xarafka zaidka zaid waa la yiraahdaa muakkidna waa la yiraahdaa ama tawkid waa la yiraahdaa silana waa la yiraahdaa laaqina waa la yiraahdaa oo muqhamna waa la yiraahdaa marka quraanka macnaa ugu fiican waa silo iyo tawkid oo loo cabiro zaid hadii la yiraahdaana laazim waa in wax lagu daa oo la yiraahdaa zaidun li taqwiya oo li tawkid لقو إلا إرادانا وما بنانا با ما بنانا با مقحم كلمت كيسو زائد كيو لمحنية مقحم انتوالي قد في عين إذا لبت كيب لكن لقو هو أوليك
وعندما ما ذكرت هذا مركب وجبن جبينة وعريب نيشان وفي هذا القدر قدر كاف مركز سوير خالد الذي قدر كذكره المصنف والشاعر كفاية حرا كفلا أيها كوسوغان كفاية كافنا كوسوغان لكن يا كوسوغان ما قف أبا مايا لمن قف يا كوسوغان تتأمل وكتاب كفير فيري طاب كان هذا نجودي مسكح بدن كوب بحين وحوى ينقف البا فرقة كوس دلها هكيا من تسك صفر ستين بجستين تسين العالم كل نقط ها وين مسكح بدن كعجب بحره ومسكح يد يد سو مجيد وغير فإن التأمل في فيرين تو أصل أيضا أصل وأفي إدراك الأمور أرنها جاردون ليتكمل جار أرنها والله فيريا وحبنا إن شاء الله بري يريا هذا الله غفير صدا فإن التأمل في فيرين تو أصل أصل وأفي إدراك الأمور أرنها جاردون كل هذا مانتون فلذلك السياسة رادة حفة مصنف هو بوري على التأمل إلا في فيريا وبوري في ختم الكتاب كتاب كيسا قاتم ديسي آخر كيسا كما فعل سيدو السمايه كيف تتاحي كتابة فرفرشة دي سيبا إلا كتابة فرفرشة دي سنصاصه في المكتكار لي حيث من القاوير باللوغة تقتفي قواعد كان روحي لقا ديضا بمتأملها قفك في الفيرية ما هنقف إسكده جايز تأمل بكتا تشمية جادة صوابي صحدة وددي دا بحبرتن كيدا وددا صحدة بحبرتن كيدا لقا دي والله الله الموفق ومتك وافتيه قفك حق والهادي ومتك هنونية ومتك هنونية إلى سبيل الخيرات خيرات وددي سكو هنونية والله الله الموفق ومتك قفك وناك وافتيه والهادي ومتك هنونية إلى سبيل الخيرات خيرات كتكي سكو هنونية بمنه قلت دي سنكولا هنونية إيه وكرمي ديغ دي سن سأل الله الله أيو ويديستي مصنفكو التوفيق وافتين إيه والهداية تهنون إلى طريق الخير خير كدريق سلسكو هنونيو بمنه إلهي قلت دي سن إيه وكرمي ديغ دي سلسكو هنونيو كما فعل سيدو كسين في أول كتاب طيب أول كسين أساسو إياه سببتو دلال كتوصة ميدا حطان ربك وافتين وحما قبكرتي مارك ماشي محاس واحد سيلي لبا الرمضة لقار ربادات علمي ربطو تنكوبات جهد فربضان انو كابحو او وقتك ضدكو شاكينا ان ادو حقردو او وقتك ضدكو اين هردايا ان ادو حقردو تنلابات حوق ايا كلي وحكومات جاري كرتين التوفيق ربين اتباريدو او الالهي علمي ويديستو سيد الالهي بالنبي يسأو امري وقول ربي سيدني علما ما بمحاد واحد ترى ربي وعلمي اي كردي مارك بريادا الالهي لو تضرعو ايوه دبال لابد على اسكربا حيث من القارئ ومصنف كيري كتاب أول كيسي ومن الله إلا حديث سكرية أن أستمد جرمت وقد البناء التوفيق وافتين ويقول جرمته إيه والهداية تهنونين إلى أقوى من طريق شدك وقود توصنان تبضان ويقول هنونيو بمنه قلت ديسة أيام وقد البناء إيه وكلمة ديق ديسة أما بمنه قلت ديسة ويقول هنونيو إيه وكلمة ديق ديسة فختم وسوقت من مصنفك كتاب وكتاب كيسة بما هذا الكي ابتدى به وكب اللوضي وصلى الله الله أمانه على سيدنا سيد كنكور كيسة محمد وعلى آله وعلى آله إلدي سينة إلهيها أمانه وصحبه سحابتي سأل الله أمانه أتمعنا دمانتود والحمد مهد دمانت لله إله يسو ناضي الله سو رب العالمين عالمي القرآن السيد البربارية قال مؤلفه كتاب كان موصل الدولار الشيقي ألف وحوير خالد بن عبد الله الأزهري فرقت وكسو تشيستي من تسويد هذه النسخة النسخة عن قريد هذا تسويد كوحالة هذا كتاب كان مركة أبوه الرأي الشيقه قرى دو مركة لكل عبتو التسويد لما يرى مركة أبوه الرأي سود الكتاب على هذا إذا كتبه للمرة الأولى مركة أبوه الرأي مركة قرى على هذا وحويا سوده على هذا من تسويد هذه النسخة وحن كسو تشيستو دمييي ثالثة شوال بيش شوال سبح دي دي سنة 98 سيديت بغور سقاشن يسيديت مكا يهجريبو إهاب الثالث شوال سنة 898 الهجرية جعله الله إلى هاي كتاب كان هكبغو خالصا ميت أبرح الله وأستغى خالي هنشدي سو كليا لبوك لدينا وندان كالعيد لغا لحين موجيبا ميت واجبية الله إيقابغو لين فوس يقول بقوليستو لديه إلى إكتي سمانك الله تغو ونفع إلى هاي هكو أنفقو أرضابا به كتاب كان كما نفع سيده هو أنفع بأسل أسل كيسي أو ابن هشام أو قري إنه الله قدير ومتك أود على ذلك أرنكاس ونقفك لأود وبالإجابة إنه أقبلنا جدير إلى هاي ومتك كو حبون الله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
فنرد ما الحمد لله كتابك موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب ما أنت هجريه أيتها يكون أفر بقول صد إياشان ربيع الثاني أفر إلى باتن كيدي أي نرد ما الإله إبا ما هذا يفضل قاسي إسكاله وحانا سيبنا إليكم ما سنفق قلدنا لا ينكعف ويدي.